الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا حول الحديث الثاني من باب النسبة من كتاب الكافي الشريف سال الراوي الامام الصادق عليه الصلاه والسلام عن, عن تفسير سوره التوحيد فالامام عليه الصلاه والسلام اجابه باجابه شافيه وافيه وصلنا الى هذا المقطع حيث يقول الامام عليه الصلاه والسلام ولا لارادته فصل وفصله جزاء وامره واقع هذا المقطع يتضمن توضيح الاراده التشريعيه والاراده التكوينيه ان الله سبحانه وتعالى من صفاته انه مريد والاراده من صفات الفعل كما سياتي في باب مفصل منعقد لهذا الامر هذه الاراده قد تتعلق بوجود الاشياء فتسمى اراده تكوينيه يعني الله سبحانه وتعالى يريد ان يتحقق شيء او يريد ان لا يتحقق ذلك الشيء فالمراد يتحقق حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ليست إرادته التكوينية كإراداتنا حيث نريد شيئا ولا يتحقق ذلك الشيء لعجزنا عن الوصول إلى ذلك الشيء أو لوجود موانع أقوى منا أو لانصرافنا الانسان بعض الاحيان يريد شيئا ويتجه نحو ذلك الشيء لكن يجد مانع امامه ولا يتمكن من ازاله ذلك المانع او يريد شيئا ويتحرك نحو ذلك الشيء فيرى نفسه قد اخطا أو أنه ينصرف وهذا بسبب عجز الإنسان أو بسبب الجهل، والله سبحانه وتعالى صمت، السيد المقصود إليه في الحوائج كلها فليس بعاجز ولا بجاهل، فلذا إذا أراد شيئا بأن يتحقق ذلك الشيء، تحقق. وإذا أراد إعدام شيء ذلك الشيء يعدم فوراً إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون هذه الإرادة التكوينية يعني الإرادة تعلقت بوجود شيء أو عدم وجوده وهناك إرادة تشريعية الإرادة التشريعية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أراد تشريع حكم من الأحكام، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحكم ما يريد، يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يشرع وجوب الصلاة، بمجرد أن يريد هذا التشريع يتحقق هذا التشريع، الصلاة تكون واجبه. الله سبحانه وتعالى اراد تحريم الخمر والخنزير، بمجرد ان اراد حرمتهما يتحقق التشريع، يصدر الحكم التشريعي بحرمتهما. فاذا سواء في الاراده التشريعيه ام في الاراده التكوينيه المراد لا يتخلف بمجرد ان يريد يريد الله سبحانه وتعالى وجودا او يريد حكما يتحقق ذلك الوجود في التكوينيه ويتحقق ذلك الحكم في التشريعيه اذا لماذا نجد كثير من الناس يخالفون امر الله سبحانه وتعالى فلا يطيعونه اما ان يترك يتركوا الواجبات او ان يفعلوا بالمحرمات اما عمدا او جهلا مع ان الله سبحانه وتعالى ما اراد المحرمات مع انه اراد الواجبات لماذا الناس يخالفون الجواب هو ان الله سبحانه وتعالى ارادته التشريعيه كانت في صدور الحكم وقد صدر الحكم ولم تكن ارادته التشريعيه والتكوينيه في اكراه الناس على امتثال ذلك الحكم. الله سبحانه وتعالى خلق الانسان مختارا اراد ان يكون الانسان مختارا لذلك الانسان مختار يمكنه ان يطيع ويمكنه ان لا يطيع فيعصي هذه اراده الله سبحانه وتعالى التكوينيه في ان يخلق الانسان مختارا فتحققت هذه الاراده فوجد الانسان مختارا ولم تكن ارادته التكوينيه اكراه هذا الانسان على الامتثال والاطاعه، ولذلك اذا الانسان خالف اوامر الله سبحانه وتعالى هذه المخالفه ليست مخالفة لاراده الله، لان الله سبحانه وتعالى بالاساس ما كانت ارادته اكراه هذا الانسان. الله سبحانه وتعالى ارادته التكوينيه ان يكون الانسان مختارا فهذه الإرادة تحققت لذلك الإنسان مختار وإرادته التشريعية في صدور حكم وتكليف وجوبي أو تحريمي وهذه الإرادة تحققت فهل أراد الله سبحانه وتعالى إكراه هذا الإنسان؟ كلا، فإذا لا فرق في حقيقة الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية الا في المراد ماذا اراد الله سبحانه وتعالى اراد الوجود تحقق الوجود اراد الحكم تحقق الحكم اذن هذه الاراده تكوينيه كانت ام تشريعيه لا تنفك عن المراد ابدا وليست هذه الاراده اعتباط وليست هذه الإرادة عبث، وإنما الله سبحانه وتعالى حكيم ولذلك إرادته متطابقة مع حكمته، لأن صفات الله سبحانه وتعالى لا تناقض بينها، أما صفاته الذاتية فهي عين ذاته، لا اختلاف بينها وبينه، وأما صفات الفعل فمنشاها علمه وقدرته واختياره فلذلك هذه الصفات لا تناقض بينها ولا تضارب اراده الله التكوينيه والتشريعيه هذه من صفات الله سبحانه وتعالى هل تتنافى هذه الاراده مع علمه؟ لا لان هذه الاراده منشاها منشاها علمه هل تتنافى هذه الاراده مع قدرته؟ كلا لأن الله سبحانه وتعالى قادر على التكوين وعلى التشريع. وهذه الإرادة منشأها قدرته. هل هذه الإرادة تتنافى مع اختياره؟ كلا، بل الاختيار منشأ لهذه الصفات. هل هذه الإرادة تتنافى مع حكمته؟ والحكمة هي علم الله سبحانه وتعالى، لأن الحكمة هي العلم. بوضع الاشياء في مواضعها، والله سبحانه وتعالى حكيم فليست بين ارادته وحكمته اختلاف، ولذلك ارادته تكون متطابقة مع حكمته كاملا، لان الحكمة هي المنشأ، إذا لماذا الله سبحانه وتعالى أراد إرادة تكوينية؟ لحكمة في ذلك، لماذا شرع الأحكام؟ ايضا لحكمه في هذا التشريع. زين لماذا الله سبحانه وتعالى لم يكره الناس على الايمان؟ الله كان يتمكن من اكراه الناس على الايمان اكراها تكوينيا بحيث لا يتمكن احد من العصيان ولا يتمكن احد من ترك واجب او فعل محرم كما ان الله سبحانه وتعالى شاء إرا شاءت ارادته التكوينيه ان تكون هناك قوانين تسير الجمادات ضمن هذه القوانين لذلك هذا الكون لا خطا فيه تعبير احد العلماء الكون معصوم لا خطا فيه الشمس والقمر وحركتهما وحركه النجوم والقوانين الفيزيائيه الحاكمه في هذا الكون لا يوجد هناك تخلف وتغير واستثناء كل الموجودات الكونيه تسير ضمن قانون ثابت فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين يعني السماوات والارض قالتا اتينا طائعين يعني هي محكومه بقوانين لا تتخلف اما بالنسبه للانسان الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته ان يكون هذا الانسان مختارا ولكن لطف الله وحكمته اقتضت بان يشرع قوانين للانسان ليبين له طريق الصواب فالانسان بعمله بطريق الصواب يتكامل، واذا خالف الله سبحانه وتعالى لا يمنعه عن ذلك ولكن يعاقبه على مخالفته ويثيبه على طاعته. فاجل الحساب الى يوم الحساب كما قال سبحانه وتعالى واذا الرسل أُقتت، يعني جعل لها وقتا لاي يوم اجلت ليوم الفصل يوم الحكم حيث يفصل الله سبحانه وتعالى بينهم يوم القيامه ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين في سوره المرسلات فاذا الامام عليه الصلاه والسلام في تفسير سوره التوحيد في تفسير هذا المقطع الله الصمد يذكر الولاء الاراده التكوينيه والتشريعيه بهذه التعبيرات ولا لارادته فاصلة يعني لا يوجد لاراده الله سبحانه وتعالى التكوينية فاصل يعني مانع لا يتمكن شيء من منع اراده الله التكوينية اطلاقا وفصله جزاء يعني الله سبحانه وتعالى حينما يحكم ويريد اراده تشريعيه ارادته التشريعيه في صدور الحكم والحكم يصدر ولكن هذا الحكم له ضمانات اجرائيه لتقريب الناس لهذا الحكم والضمان شنو هو يوم الجزاء يوم القيامة ولذلك يقول وفصله جزاء يعني الله سبحانه وتعالى في الإرادة التشريعية يتحقق مراده في صدور الحكم الشرعي وليست إرادته جبر الناس على الالتزام بالحكم لكنه يجازي المطيع بالثواب والعاصي بالعقاب وبالنسبة إلى يوم الجزاء يوم القيامة يدل عليه العقل والنقل اما العقل فان الله سبحانه وتعالى حينما يامر العباد اذا لم يكن هناك يوم جزاء يوم فاصل فانه اكثر الناس سوف لا يطيعون الان كثير من المتدينين اذا علموا بانه لا جزاء لا يوجد هناك وازع للإطاعة والذي يطيع لأن يأهو لأنه يجد الله لأنه يجد الله سبحانه وتعالى أهلا للإطاعة فهذا القليل جدا خواص الخواص كما يقول أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك انت المنعم علي فمن حقك ان اعبدك ولكن اكثر الناس ليسوا بهذا المستوى اكثر الناس يخافون من العقاب فعبادتهم عباده العبيد وبعض الناس طمعا في الثواب فعبادتهم عباده التجار طبعا الاطاعه خوفا من العقاب او طمعا في الثواب لا باس بها، لكن الدرجه الاعلى هي العباده لان الله سبحانه وتعالى اهل العباده، هذا اولا، ثم ان هناك مظالم بين العباد، ومن عدل الله سبحانه وتعالى هو الاقتصاص للمظلوم من الظالم، وهذه الدنيا اضيق من ان يتمكن كل مظلوم ان يقتص من كل ظالم نحن نجد بعض الحكام الظلمه قتلوا ملايين الناس ونهبوا الاموال وعطلوا الاحكام وخالفوا وفعلوا 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 لسنوات طوال ثم أفلتوا من العقاب ما تحت أنفه أو حتى إذا اعتقل وسجن أو أعدم هل سجن وإعدام هو يقابل جرائمه الملايين والمليارات كلا فلذلك بحكم العقل لا بد أن يكون هناك يوم ينتصف له ينتصف فيه للمظلوم من الظالم فإذا ولا لإرادته فصل يعني ليس لإرادته التكوينية مانع لأن الله صمد وفصله جزاء يعني إرادته التشريعية صدور الحكم فيجازي الله سبحانه وتعالى هكذا إرادته أي يجازي المطيع ويعاقب العاصي وليس إرادته الإكراه وامره واقع يعني في الاراده التكوينيه ما اراده يقع في الاراده التشريعيه ما اراده يقع ولكن ما هو المراد الذي هو يقع هل هو الوجود او هو الحكم ثم هو الجزاء فلذلك حقيقه الاراده التكوينيه وحقيقه الاراده التشريعيه لا اختلاف بينهما وانما الاختلاف في المراد وليس في نفس الاراده وانما ارادته لا تتخلف عن مراده اصلا الى هنا الامام عليه الصلاه والسلام ينتهي من تفسير الله الصمد بعد ذلك يفسر قوله تعالى لم يلد ولم يولد يقول لم يلد فيورث لم يلد يعني لم ينفصل بالولادة عنه شيء لأن الولادة شنو هي؟ نقول فلان ولد، فلانة ولدت يعني انفصل عن الأب شيء وصار الولد وانفصل عن الأم شيء صار الولد الله سبحانه وتعالى لم ينفصل عنه شيء لكي يكون ذلك الشيء وارثا له لانه الذي يلد هو الجسم والجسم لا دوام فيه ولذلك يتغير هذا الكون كون التشكل والفساد يعبرون عنه بالكون والفساد يتشكل فيفسد حتى الانسان يولد يكبر يموت يتحلل يرجع ترابا كما كان ترابا. اذا الله سبحانه وتعالى كان يلد يعني ينفصل عن شيء فهو ذو اجزاء فهو مركب فهو جسم فلذلك يجوز عليه الموت فيموت فيرثه غيره وليس الله سبحانه وتعالى هكذا الله ليس بجسم بل هو خالق الاجسام. الله سبحانه وتعالى ليس له اجزاء بل هو خالق الاجزاء فلذلك لم يلد فيورث ولم يولد فيشارك الله سبحانه وتعالى لم يولد يعني ليس له اب لانه لو كان له اب فمعنى ذلك انه لم يكن وكان الاب موجودا حيث لم يكن الابن موجودا فذاك يكون الرب وهذا الابن يكون له شريك لان الابناء يشبهون اباءهم عاده الابن قبل ان يرث اموال ابيه فانه يرث صفات ابيه فلذلك هل الله سبحانه وتعالى مولود الجواب كلا لانه لو كان مولودا معنى ذلك انه لم يكن موجودا ثم وجد والشيء اللي لم يكن موجود ثم وجد فهو مخلوق والذي كان قبله كان قبله موجودا يكون ذاك هو الرب فاذا هذا كان ايضا رب يكون شريك له وقد ثبت ان الله سبحانه وتعالى ليس له شريك ونحن ذكرنا في بحوث ماضيه استحاله وجود الشريك لله سبحانه وتعالى ببراهين عده نقلناها من الائمه في هذا الكتاب الشريف كتاب الكافي ولم يكن له كفوا احد الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل وليس له نظير هذا بالنسبه الى هذا الحديث فتلخص ان هذا الحديث الثاني الذي في هذا الحديث تفسير لسوره التوحيد الإمام عليه الصلاة والسلام في عدة مقاطع يبين ويفسر هذه السورة، الله سبحانه وتعالى ليس مركبا من جسم وروح حتى يحتاج إلى الجسم أو يحتاج إلى الروح لأنه لو كان كذلك كان محتاجا والله أحد ليس له اجزاء بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك الاشياء باجسامها وارواحها ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول الله الصمد والصمد هو السيد المقصود اليه في الحوائج كلها فهذا المقصود اليه في الحوائج كلها انما يكون مقصودا اليه في الحوائج كلها اذا كان عالما في بكل تلك الحوائج وكان قادرا على كل تلك الحوائج. الانسان واي مخلوق اخر بطبيعته هو عاجز الا ان يفاض عليه القدره، نحن بطبيعتنا عاجزون عن كل شيء واذا عندنا قدره فانما هذه القدره هو هبه من الله سبحانه وتعالى الينا. فلذلك نقول: بحول الله وقوته اقوم واقعد. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي وهبني هذه القدره فلذا اقوم واقعد، واذا واحد تصور ان قدرته ليست من الله سبحانه وتعالى وانما من ذاته فقد اشرك. انا الان احرك يدي. إذا واحد زعم أن تحريكي ليدي بقدرة مني هذا شرك. لكن المؤمن يعتقد أن تحريكه ليده بقدرة وهبها الله سبحانه وتعالى له. وكل شيء نحن نعمله فإنما هو بقدرة وبقوة من الله سبحانه وتعالى. زين إذا الله سبحانه وتعالى شاء اي يعطي قدره لانسان ولا يعطي تلك القدره لانسان اخر هل يمكن هذا نعم نحن الان نجد ان هناك انسان مشلول لا يتمكن من تحريك يده وانسان سليم يتمكن من تحريك يده وحتى الناس الذين لا عاهه في اجسامهم قدراتهم تختلف احدهم يتمكن من رفع الاثقال لمئات الكيلوات وشخص اخر لا يتمكن بذلك المقدار من اين جاءت هذه القدره؟ حبه من الله سبحانه وتعالى وقد يكون الله سبحانه وتعالى بين طريقا لزياده هذه القدره، اعمل هكذا فازيد من قدرتك، فاذا واحد زعم ان هذا الذي يرفع الاثقال بقدره منه فهذا مشرك واذا نحن اعتقدنا بان الله سبحانه وتعالى اعطى عيسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام قدره احياء الاموات وقدره ابراء الاكمه والابرص واعطاه علم الغيب بان يعلم ما ياكلون وما يدخرون في بيوتهم اذا نحن اعتقدنا ان عيسى يفعل هذه الامور ونحن لا نتمكن من أن نحيي ميتا أو أن نبرئ أكمها أو أبرصا بلمسة يد إذا اعتقدنا بأن عيسى يفعل هذه الأمور بإذن الله بقدرة من الله سبحانه وتعالى فهذا عين التوحيد وإذا اعتقد أحد بأن عيسى فعله لقدرة ذاتية فيه فهو عين الشرك الفرق بيننا وبين النصارى أو طائفة من النصارى من الفروق في هذا الأمر عيسى نحن نقول إنه عبد الله هم يقولون ابن الله نحن نقول إن قدرة عيسى هي هبة من الله صحيح عيسى أحيا الموتى نتفق معهم في ذلك صحيح أن عيسى فعل المعاجز نتفق معهم في ذلك ولكن نقول أن فعله لهذه المعاجز بقدرة من الله وهبها إياه وهم يقولون او طائفه منهم يقولون ان عيسى لانه كان ابن الله فهذه القدره ذاتيه منه فهذا مزيد في شركهم كما اشركوا بان جعلوا عيسى ابنا لله كذلك اشركوا بان جعلوا قدره عيسى من نفسه وليست من الله سبحانه وتعالى فاذا الله سبحانه وتعالى صمد كل الناس وكل الخلق والموجودات تحتاج اليه وهو لا يحتاج اليها. عالم بكل شيء وكل قدره لاي مخلوق وكل شيء لاي مخلوق واي صفه لاي مخلوق فانما هي موهبه من الله سبحانه وتعالى. فليس الله جسما لان الجسم يلازم الاحتياج والله صمد فليس جسم. لذلك لا يرى لا يمكن ادراكه بالابصار لذلك لا تحويه ارض ولا سماء لان هذه امكنه والوجود في المكان من صفات الاجسام والله ليس بجسم لانه صمد لا ينسى ولا يلهو ولا يغلط ولا يلعب لان هذه صفات نقص والله سبحانه وتعالى صمد لا يحتاج الى اي شيء الله سبحانه وتعالى له الاراده التكوينيه وله الاراده التشريعيه وارادته التشريعيه صدور الحكم ثم الجزاء بحيث يجازي المطيع ويعاقب العاصي وان الله سبحانه وتعالى لم يكن في شيء انفصل عنه حتى يكون مولودا ولا انه ينفصل عنه شيء حتى يكون والدا لعدم حاجته الى ذلك والاستحاله ذلك في حق الله سبحانه وتعالى فالنتيجة أن الله ليس له مثل من أي جهة من الجهات، هذا خلاصة كلام الإمام عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه السورة المباركة، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. <applause>